في ناتو ومن قادة المقاومة في العراق. سعد عباس أنت تعتبر نفسك موظف بالدولة العراقية؟ بس نعم هو تحت أمرة القائد العام. ليش تحكي بهاي القصة؟ أيضا الأخوة السنة اليوم رئيس هيئة الإفتاء العام للأخوة السنة شيخ الصميدعي، هنالك مقاومة في الرمادي، في صلاح الدين، الأخوة التركمان، الأخوة المسيح. فالمقاومة وهذه من الثوابت، المقاومة لا تنحصر بدين معين أو بقومية معينة أو بطائفة معينة. أستاذ عباس هذا الكلام يتحدث به رجل مو بالدولة، أنت رجل بالدولة، أنت ما المفروض تتحدث بهذا الكلام؟ أنت حامل صفة رسمية. لا هذا الواقع. لا أنا ما أتحدث نعم بالواقع. هذا الواقع سيد الفاضل، هذا الواقع. لا أنا أتحدث مع رجل يحمل يعني صفة رسمية. لا أستطيع التحدث، نعم لا أستطيع التحدث بخلاف الواقع. أما ما حصل من اعتداءات على المنطقة الخضراء حقيقة، أنا قلت هناك مقدمات، أعطيتك المقدمة، ولكن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، وأنا لست متحدثا باسم المقاومة ولكن هكذا ما صرحوا به الأخوة في الهيئة التنسيقية، أنها جميع الفصائل لم تتبنى موضوعة القصف الأخير وما قبله وما قبله. بحقيقة الأمر يعني هذا الموضوع مشكوك في أمره. طيب. موضوعة الكاتيوشيا أكلت دهر عليها وشرب يا سيد الفاضل. اليوم الضربات غير الدقيقة، يعني حقيقة لم تثبت بصمة ما عرفناه وما عرفه حتى القوات الأمريكية عن المقاومة. أسوق لك حادثة تاريخية، سبب الاعتداء الثلاثي على مصر هو قيام بعض الصهاينة باستهداف السفارات المصرية والبريطانية والفرنسية آنذاك، كانت سبب رئيسياً حقيقة في العدوان الثلاثي على مصر. بالأمس القريب كانت قضية 11 سبتمبر يا سيد الفاضل، بس دعني أكمل، الله يبارك بيك، قضية 11 سبتمبر كان مشكوك بيها، قضية احتلال العراق بوجود أسلحة نووية وذرية وإلى آخره كانت أمها كذبة أخرى.